فيديو النهارده بيتكلم على مسائل الملتبلاينج، الملتبلاينج اسهل نوع من الانواع لانه مريح جدا في عمليه السمبليفاي ما بنقلبش فيه حاجه ما بنعملش كومن دينومينيتور اسهل نوع فيهم ولكن مع ذلك جبنا برضو كذا فكره بحيث ان آه احنا نكون عاملين ريفيجن عليهم وأفكار آه مختلفه تكون غطت كل الانواع الفاكتورايز اللي احنا محتاجينها. تعالوا نبدا الفيديو يلا بينا. Letter B بيقول لي سمبليفاي ان اكس x power 3 minus 8 over x power 2 plus x minus 6 multiplied by x plus 3 over x power 2 plus 2x plus 4 showing the domain of n هنعمل factorize فوق ده كده difference between two cubes ادي x cube root لل 8 ب 2 هنعمل هنا ال first square ال second square inverse sine first times the second بعد كده هنا نعمل 2 براكتس سلكس بار 2 اكس او اكس تو نمبر برودكت بتاعهم 6 والديفرنس بتاعهم 1 ف3 و2 دي نيجاتيف يبقى الجريتر از الميدل دي بوزيتيف ودي نيجاتيف ودي كده اكس بلس 3 اوفر اكس بار 2 بلس 2 اكس بلس 4 دي ما بتتعملهاش فاكترايز هات الدومين بقى ز دومين اوف ان الار ماينس السيت اوف زيروز اوف دينومينيتورز دي نيجاتيف 2 تبقى بوزيتيف 2 دي بوزيتيف 3 تبقى نيجاتيف 3 هنكنسل ده مع ده وده مع ده وده مع ده يبقى ال NX x ما تبقالكش غير ال 1 نمبر 3 لتر A بيقول لي n of x equals x plus 1 over x power 2 minus x minus 2 multiplied by x power 2 plus 3x minus 10 over 3x power 2 plus 16x plus 5 find n of x in the simplest form showing the domain and find n of 0 n of negative 1 if it is possible طيب خلينا نبدأ بالسيمبليفاي بتاعنا طبعا فوق معمول لها في السيمبليست فورم تحت نعمل كده 2 براكتس ال x بار 2 x و x 2 نمبر برودكت بتاعهم 2 والماينس بتاعهم 1 تبقى 2 ملتبلايد 1 الساين دي نيجاتيف يبقى الجريتر از الميدل نيجاتيف وبوزيتيف فوق هنعمل برضو التو براكتس بتوعنا الاكس باور 2 تبقى اكس و اكس تو نمبر بملتبلاي بتاعهم 10 والماينس بتاعهم 3 تبقى 5 و 2 الساين دي نيجاتيف يبقى الجريتر از الميدل يبقى دي بوزيتيف ودي نيجاتيف تحت هنعمل برضو في الدينومينيتور 3 اكس باور 2 عباره عن 3 اكس ملتبلاي باي اكس وال 5 ما فيلهاش غير 5 باي 1 يبقى 5 باي 1 الساين دي بوزيتيف يبقى الاثنين از الميدل بوزيتيف اند بوزيتيف حابب تتاكد من السوليوشن بتاعتك في الحاله دي هتقول 1 اكس و15 اكس يبقوا 16 اكس هات الدومين بقى لازم تقف وتجيب الدومين قبل ما تعمل اي سمبليفاي علمتك انا الطريقه ان احنا بنقول هنا بوزيتيف 1 تبقى نيجاتيف 1 هنا نيجاتيف 2 تبقى 2 هنا بوزيتيف 5 تبقى نيجاتيف 5 دي بقى ليها قصه كده هنقول 3x بلس 1 ايكوال 0 خلينا نعملها بشكل 3x بلس 1 ايكوال 0 يبقى 3x ايكوال 1 يبقى x equal negative 1 over 3 يبقى negative 1 over 3 ده الدومين تعالى بقى إيه؟ نعمل السيمبليفاي هتكنسل ده مع ده وهتكنسل x بلس 5 مع x بلس 5 وركز هتكنسل x ماينس 2 مع x ماينس 2 يبقى ال n of x equals لك حاجه فوق لا 1 اتبقى لك حاجه تحت ايوه 3x بلس 1 لاحظ انه قال لك انا عايز ال n of 0 يعني هتربليس ال x ب 0 يبقى 3 ملتبلاي 0 بلس 1 3 ملتبلاي 0 0 0 بلس 1 تبقى 1 يبقى 1 ركز بقى في n of negative 1 ركز كده في الدومين ال negative 1 موجوده وانا بقول لك كل ال r تنفع ما عدا دول وال negative 1 منهم يبقى is undefined ليه بيكوز negative 1 belong to the domain of n نمبر 5 بيقول لك في اللتر A if n of x equal x power 3 minus 1 over x power 2 minus 2x plus 1 multiplied by 2x minus 2 over x power 2 plus x plus 1 find n of x in the simplest form showing the domain تعالوا ادي ال n of x ال x power 3 minus 1 ده ال difference between 2 cubes بنعمل بركت صغنن وبركت كبير ناخد الكيوب روت هنا x ناخد الكيوب روت هنا 1 نعمل الماينس نقول الفيرست سكوير السكند سكوير انفرس ساين فيرست تايمز السكند وتحت اكس باور 2 ماينس 2 اكس بلس ال1 طيب اكس باور 2 ماينس دي ممكن نعمل لها بيرفكت سكوير تعالوا كده احنا هنعمل كده باور 2 ناخد السكوير روت لده اكس وناخد السكوير روت لده 1 والنيجاتيف دي تنزل هنا اتاكد من حل صح اعمل ملتبلاي كده 2 تايمز الاكس تبقى 2 اكس ملتبلاي الـ 1 تبقى 2 اكس بس صح كده بعد كده ملتبلاي باي هناخد ال 2 هنا اي كومن فاكتور لما اخدها من هنا يتبقى اكس وهنا 2 divided باي 2 تبقى 1 والبراكت ده لو لاحظت هو البراكت اللي فوق ده ما ينفعش اعمل له اساسا فاكتورايز هكنسل ده مع ده ولو لاحظت قبل برضو ما يعني ده كده ملهمش دومين فمش هيأثروا عليا في حاجه في الدومين فتعالى نقف ونجيب الدومين عشان ما نكنسلش حاجه تأثر علينا في الدومين ذا دومين اوف ان ايكوالز ار هات الاديتيف انفرس اللي تحت مفيش غير ال1 عشان دي نيجاتيف 1 كنسلنا ده مع ده اتبقى لك فوق x 1 تايمز x 1 تبقى x 1 باور 2 وفي 2 ما تنساهاش وتحت x ماينس 1 باور 2 ده يتكنسل مع ده يتبقى لك 2 تبقى عايز تركيز جدا الاكزامبلز دي ليتر بي بيقول لي فايند ان اوف اكس ان ذا سمبلست فورم شوينج ذا دومين وير ان اوف اكس ايكوال اكس باور 3 ماينس 8 اوفر اكس باور 2 ماينس 9 multiplied باي اكس بلس 3 اوفر اكس باور 2 بلس 2 اكس بلس 4 جميل خالص هنعمل ان اوف اكس اسهل حاجه الملتبلاي دي هنعمل تو براكتس واحد صغير كده واحد كبير هناخد الكيوب روت لده اكس ناخد الكيوب روت لل8 2 ونحط النيجاتيف الفيرست سكوير السكند سكوير انفيرس ساين تو ملت او فيرست ملتبلاي السكند كنت هقول تو ملتبلاي الاكس اللي هي هي بس بقول الرول كمان ده كده التوينز بتوعنا اللي هم x و x 3 و 3 نيجاتيف و بوزيتيف مولتبلايد باي x بلس 3 فوق وتحت ده كده ما ينفعش نعمل له اي نوع من انواع الفاكتورايز عرفته منين يا مستر عرفت ان ما عنديش تو نمبر المولتبلاي بتاعهم 4 والاديشن بتاعهم 2 بلس ان انا لاحظته هنا فمعناه ان هو هيتكنسل بكل بساطه نجيب الدومين of n اللي هو r minus دي بوزيتيف 3 تبقى نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 تبقى بوزيتيف 3 ودي مالهاش زيروز لان هي ما تعملهاش فاكتورايز اصلا يبقى تجالها زيرو منين نكنسل بقى n of x عباره عن كنسل ده مع ده ده مع ده يتبقى x minus 2 over x minus 3 ده الدومين Letter B بيقول لي find the n of x in the simplest form showing the domain of n where n of x equals x power 2 minus 3x over x power 2 minus 9 multiplied by x plus 3 over 2x هناخد فوق ال x highest common factor لما ناخد هنا x يتبقى x لما ناخد من هنا x يتبقى 3 وتحت نعمل factorize ال x power 2 minus 9 تبقى x و x و 9 3 و 3 positive and negative

يبقى عشان نجيب الـ إكس هناخد الإكس هيست كومن فاكتور، لما ناخد الإكس يتبقى إكس، ولما ناخد من هنا إكس يتبقى تو، إكس بارس تري منس إيت هنعمل فاكتورايز، آدي الإكس والكيب روت للإيت تو، وهنا ماينس الـ سكوير، الـ سكوير، إنفيرس ساين فرست تايمز سكند، ملتبلاي باي. هنا x باور 2 بلس 2x بلس 4 over x بلس 2 يبقى عشان نجيب الدومين هو ال r minus set of zeros of denominator ال denominator هنا negative 2 تبقى ال additive inverse ليها positive 2 دي طبعا ما بيبقاش ليها zeros positive 2 تبقى negative 2 عشان تعمل simplest هتكنسل ده مع ده وده مع ده يتبقى لك فقط x over x minus 2